هي ليست دقائق. دونك 10 ديال الامور غادي تحدث لنا عليها سي نبيل العياشي اللي نضمنوا بها تغذيه سليمه. دائما تنتكلموا في صباحيه الدوزان على التربيه الغذائيه وهذا شيء يعني دائما تتركز عليه لا بالنسبه للاباء لا بالنسبه يعني المجال التربوي ولا في المدارس ديالنا خاص تكون هناك تربيه غذائيه. نبداو بهذه العشر امور اللي مهمه لعل وعسى هذه العشر تسهل الماموريه لهذا المحيط ديال الاطفال ديالنا. نعم اكيد. فاول حاجه سميره غادي نبداو بها خصوصا الان مع الموجه وهذا الشيء اللي جديد ديال كورونا وديال كوفيد. فطبيعة الحال كورونا ضروري خصنا نرسخوا عند الابناء ديالنا الغسل ديال اليدين قبل تناول اي حاجه كيف ما بغات تكون، سواء كنا غنتناولها بطريقه مباشره او بطريقه غير مباشره عن طريق واحد الاله اخرى مثلا معلقه ولا فرشيطه، ضروري الغسل ديال اليدين. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي هي مهمه بزاف لان خصنا نعرفوا بان الطفل الاحتياجات ديالو هي تختلف على الاحتياجات ديال واحد الشخص المراهق. علاش؟ لان الشخص المراهق مثلا ملي تنوصلوا لسن المراهقه وخصوصا ملي تنتجاوزوا المرحله ديال الطفوله اللي منظمه الصحه العالميه تتحبسها في 18 سنه، يعني فوق 18 سنه ما تيبقاش عندنا الاحتياجات ديال النمو واللي هي احتياجات اللي هي مهمه تتكون عند الطفل. فالطفل عدد السعرات الحراريه والمكونات الغذائيه اللي تحتاجها الجسم ديالو هي زايده مقارنه عند الشخص المراهق. علاش؟ لان الشخص المراهق الاحتياجات ديالو هي فقط من اجل الحركه ومن اجل اصلاح ما يتم ما يخص اصلاحه داخل جسم الانسان. وبالتالي الطفل فخصنا نردوا ليه البال بالنسبه للجانب الغذائي اكثر من الشخص اللي تيكون كبير. يعني بالنسبه لابور اون كالوري لابور اون فيتامين اون سيل مينيرو في الماء مقارنه مع الجسم ديالو مقارنه مع الوزن ديالو هو تيكون محتاج اكثر بالنسبه للشخص الكبير. دونك خاصنا نذكروا الاحتياجات ديالو في المواد الغذائيه بطبيعه الحال لانه هو اولا تيتحرك بشكل كبير مقارنه مع الشخص اللي هو تيكون كبير. يعني تنعرفوا الاطفال تيتحركوا بزاف، كاين هناك الجانب الذهني لانه تيكون تيمشي للمدرسه، وكاين هناك الجانب ديال النمو اللي تياخذ واحد النسبه كبيره جدا من الطاقه. نعطيك مثال، فالشخص المراهق مثلا ملي تنكونوا كبار السعرات الحراريه اللي تناكلوا عندنا تقريبا 60% تتمشي للعمل ديال الجسم باش يخدم القلب وتخدم الريه وتخدم الكبده، عندنا 30% تتمشي للحركه وتتبقى واحد 10% هي اللي تيستهلكها الجسم من اجل هضم الاغذيه اللي تيتم ادخالها للجسم ديالو، في حين ان عند الطفل تتختلف هذا الشيء هذا، تتولي واحد النسبه كبيره للحركه ونسبه كبيره اللي تتمشي كذلك للنمو. لهذا فعلاش عذرت على هذه النقطه كامله باش نهضر على التنوع الغذائي عند الطفل اللي تتعتبر خاصيه مهمه وخاصيه ضروريه بالنسبه للنظام الغذائي ديال الطفل اللي هو التنوع الغذائي. علاش؟ لان ذكرنا وكنت نقولوا بان ما كاينش هناك غذاء كامل في الطبيعه اباغ حليب الام في 6 شهور الاولى ولا في 4 شهور الاولى، من بعد ما كاينش هناك غذاء اللي غيمكن لي نعتمد عليه باش نعطيه للطفل ديالي باش يسد الاحتياجات ديالو. مساله خاطئه بشكل 100%، وبالتالي فالتنوع الغذائي مساله هي مهمه. تيجي كذلك من بعد واحد النقطه اللي هي منظمه الصحه العالميه تتنصح بها فيما يخص التغذيه عند الطفل، تناول الوجبه او تناول الغذاء ومشاهدة التلفاز أو مشاهدة واحد الهاتف ولا واحد السمارت فون. هنا علاش نقطة اللي تتكون سلبية هو أنه تقدر يكون جوج ديال الأمور، يا إما غياكل أكثر لأنه غيقرد البال ما غيعرفش شحال كلا، أو إلا ما عجباتوش يقدر ما يبذلش واحد المجهود مع هذيك المادة الغذائية وبالتالي أنه يرفض أنه ياكل، وبالتالي فهي قاعدة اللي خصنا نبعدوا منها. من بعد تندخلوا شي شوية في المكونات الغذائية، الابتعاد ما أمكن على السكر والدم. هنا كاين الان هذه السنه تخلقت واحد ضجه كبيره لان الاغلبيه ديال الناس تيردوا البال ليدان بزاف، نبعدوا على ليدان نبعدوا على ليدان، في حين ان السكر الان يعتبر بين المصائب الغذائيه اللي اصبحت منتشره في الجانب الغذائي وبالتالي خصنا نبعدوا عليهم ما امكن. كاين نقطه اخرى اللي هي الملحه، عدم اضافه الملح للطفل في السن اللي هو مبكر او لا الا قدرنا نتفاداه غيكون افضل وغيكون احسن، وهذه غنربطها مع التنوع الغذائي. اللي الا كان الطفل عنده واحد التنوع غذائي اللي هو مزيان فما غنكونوش محتاجين اضافه الملح لهذاك النظام الغذائي ديالنا. نقطه اخرى سادسا اللي هي مهمه بزاف بالنسبه ليا، الطفل خصو ياكل من يكون فيه الجوع، ما يجيش الجوع مع 11 ونص وتقول لي تسنى حتى 12 يجي باباك ونعاد نتغداو، لا، فيه الجوع عطيه ياكل، ما فيهش الجوع راه ما غاديش ياكل، أولا في الليل بغى ياكل مع السبعة وتقول لي تسنى حتى 8، لا، لأن هنا ما فيش ماشي فيه الجوع نعطيه السقاطة. لا بطبيعة الحال السقاطة حنا ما تنهضروش هذه نقطة ممنوعة أصلا، ولكن الخطأ اللي تيرتكبوا بعض الأمهات أن الطفل تيكون فيه عنده رغبة للأكل وتتقول تسنى تنحطوا الغداء، لا ما كاينش تسنى حتى نحطوا الغداء، لان تيوقع بحال اللي تيوقع لنا حنا ملي تيدوز وقت الغداء ما تيبقاش فيك الجوع، لان الجسم تيمشي يجيب هذاك الاحتياجات ديالو تيمشي يجيبها من بلاصه اخرى.
كاين نقطة أخرى هي عدد الوجبات في اليوم. حنا تنهضروا بأن الأشخاص المراهقين تنقولوا بأن خصنا فقط وجبتين رئيسيتين في اليوم. بالنسبة للطفل لأن هضرنا على الفترة ديال النمو وهضرنا على الحركة اللي عنده زايدة، نقدروا نمشيو ثلاثة حتى أربعة الوجبات اللي تتكون ثلاث وجبات رئيسية ووجبة أخرى اللي تتكون ثانوية، سواء تنديروها في الصباح سواء تنديروها في العشية. كيفاش غنعرفوا واش نديروها الصباح ولا العشية؟ تنشوفوا فين الطفل عنده الحركة بزاف. إذا كان مثلا الطفل في الصباح اللي عنده الحركة بزاف غنعطيوها ليه في الصباح، إذا كانت في العشية اللي عنده الحركة بزاف غنعطيوها ليه في العشية. واضح. من بعد كاين هناك التواجد ديال ضروري بشكل يومي ديال ثلاثة ديال النقاط الرئيسية. أولا ديال الخضر والفواكه، دونك الخضر والفواكه خصها تكون حاضرة عند الطفل بشكل يومي ماشي غير بشكل يومي. ونساو هذيك القضية ديال 5 فخوي لا 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 لا, لا ما كاينش 5 فخوي ليغيوم، 5 بورسيون فخوي ليغيوم. أنا عطيه 50 عطيه 34 ما عندناش مشكل، عطيه في الفطور عطيه في الغداء عطيه في العشاء، راه غير سلطة ماروكان فيها بصلة ومطيشة وفلفلة وخيار، أنت وصلتي 4 ديال لي بورسيون ديال الخضر والفواكه. فهنا في كل وجبة يكون عندنا واحد الخضرة أو واحد الفاكهة. نقطة أخرى هي بالنسبة للنشويات اللي ضروري أنهم خصهم يكونوا حاضرين كذلك في الفطور وفي الغداء وفي العشاء، وتنمشيو كذلك للنوع ديال البروتينات اللي خصو يكون حاضر عند الطفل. هنا تنهضروا يا اما على اللحوم بشكل عام، تنهضروا خصوصا على السمك الا كان ممكن، او البيض بالنسبه للناس اللي الله يحسن العوان بالنسبه للثمن ما يمكنش انهم يسدوا الاحتياج يعطيو اللحم كل نهار لولدهم. فتنعرفوا بان بيضه وحده راه تتوازن 50 غرام ديال اللحم فيما يخص البروتينات، وبالتالي فممكن نعطيو للطفل بيضه باش نسدوا الاحتياجات ديالو. فهذه نقاط بشكل عام اللي هي مهمه بالنسبه للطفل. 10 نيس جابهم هما هذوك حسبتهم والله الا حسبتهم تبارك الله عليك. 10 ديال النقاط اساسيه ومهمه في التغذيه وفي التربيه الغذائيه للاطفال ديالنا خصوصا في هذه الظروف، خصنا نتمسكوا بها اكثر خصوصا في هذه الظروف. لان علاش اختي سميره كلشي بدا تيهضر على تقويه المناعه تقويه المناعه تقويه المناعه، ما تجيش من يوم الى اخر، خاص يكون الاساس بعدا تبدا معنا تتكون معنا من الصغر. وهضرتي على السقاطه، فممكن مره في الاسبوع مره في 15 يوم ماشي ممكن ماشي مشكل. هذا موضوع اخر السي نبيل، نرجعوا ليه. شكرا لك على اي، شكرا لك على هذه النصائح العشره اللي اختزلتيها باش نسهلوا الماموريه للاباء والاولياء الامور ديال الوليدات ديالنا. الله يعطيهم الصحيحه ويصبرهم حتى هما على هذا على هذا الوباء هذا الله يجزي علينا في اقرب الاجل. لحظه غادي نقترحوا عليكم من بعد التغذيه كالعاده فقره رياضيه، هذه المره مقترحين عليكم ضيف خاص جدا. انا يعني شخصيا فرحانه بزاف ومتشرفه بالحضور ديالو هنايا. تنتسائل علاش الناس بحال هادو ما معروفينش في المغرب، الوغ كهزوا العالم المغربي في بلدان عده وفي قارات عده، ويعني تبارك الله خاصهم يكونوا مفخره لنا. غادي نتعرفوا على السي فرحات اللي هو كوتش مغربي من ذوي الاحتياجات الخاصه، ومع ذلك رفع العالم ديالو كان بطل عالمي لعده مرات. لنشاهد.